أن نبدأ في هذه الجلسة. سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم تفضل في تسيير السيد نائب. كاين في سياق عام ديال لا واش لا بغيت السيدة الرئيسة المحترمة، يعني الآن أنتم تعرفون والكل يعلم أن مناطق عدة بشمال المغرب تعيش تحت وطأة لا نقطة نظام تتعلق بتسيير، نقطة نظام تتعلق بتسيير، المادة 151 صريحة. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة، نقطة نظام اللي نتقدموا بها في إطار المادة 152 حول يعني التحدث في مواضيع طارئة. كيتقدموا فرق محترمين بالمكتب المجلس وأغلبية تواجه بالرفض، وهذا حق المكتب طبيعة الحال، لأنه ما كنقولوش رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب ينفذ قرارات المكتب، والمكتب ممثل من طرف جميع الفرق النيابية. لكن الغريب أن ملي كنتقدموا بواحد مقترح أو بواحد طلب ديال تناول الكلمة، مثلا تقدمنا في 18 شهر 6 2022 تقدمنا بطلب ديال بطلب يعني الحرائق المقبلة على فصل الصيف، تم رفض وعدم الإحالة هذا الطلب تحت ذريعة أنه تحت ذريعة أنه غير موضوع طارئ. اليوم كنشوف السيد رئيس أولا نقطة نظام تتعلق بالرئاسة، مشكل في التسيير. مادة 152 المادة 152 سيد رئيس مادة 152 سيد رئيس مادة 152 أنه فعلا أنه كتوصل طلبات المكتب، ولكن لابد من شروط وأنه يكون عام وطارئ. إذا لم تتوفر في السؤال هذا الشرطين فيمكن اعتبارهما. نمر السيد رئيس سؤال عن تعزيز طرق السيارة للسيدات والسادة النواب المحترمين لفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. غنوصل المكتب السيد رئيس هذه الملاحظة غنوصلها. تفضل السيد رئيس. النظام الداخلي 152 اتحدى شي واحد يجبد لي النظام الداخلي دابا وكيقول لك المكتب خصو يبت في الطلبات، كنتحدى شي واحد يجبد لي النظام الداخلي ويقول لك البت كيبت، ما يقوليش بان الولايات السابقه كانت العرف. النظام الداخلي اللي كيلزمنا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتعطي المكتب بحاله بحال مقترح قانون، كيجي المكتب يحيل على اللجنه، الطلب تناول الكلمه يحال على الحكومه، بغات الحكومه تجاوب ما بغاتش عند الحق النائب يطرحوا في المساله اخرى. انا انبه هذه نقطه نظام، المكتب المجلس اللي كيتكون من جميع الفرق باش يبقاو ياخذوها بعين الاعتبار، لان عطيت مثال ديال شد الحرائق، ها حنا من بعد شهر شنو وقع؟ لو خلونا نقطه نظام كانت الحكومه يمكن يكون اخف الضرر. شكرا.